أهلا بيكم. بنبدأ النهاردة مع بعض برنامج تدريبي حوالين الجمعيات الأهلية وإدارتها. دي الحلقة الأولى اللي عايزين نشوف مع بعض الجمعيات الأهلية دي بتعمل إيه. خلال رحلة طويلة جدا في العمل الأهلي شفنا مبادرات مهمة جدا، منها ما هو خيري يعني بس يوزع حاجات على الناس البسطاء، أو إغاثي بمعنى أنه بيتدخل في حالة أزمة كبيرة في مجتمع معين، يقدم بقى كل الأعمال الإغاثية اللي محتاجينها سواء طبية أو أكل أو بطاطين أو خيم أو حتى أعمال تنموية بيحاولوا يساعدوا الناس من وقت للتاني. كتير جدا من المبادرات بيقوم بيها شباب وبيبقوا عظماء الحقيقة، بيعملوا شغل مهم جدا في المجتمع بتاعهم، بس بعد شوية يحسوا ان الموضوع بيوسع وبيكبر وهما مش قده، او يصابوا بالاحباط لانه عايزين موارد كتيرة وهم معتمدين على مواردهم الذاتية. في الخبرات دي بنشوف كتير قوي 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 يظهر فجأة ويختفي فجأة، او يظهر ويختفي بعد سنة. قليل قوي من المبادرات اللي بتستمر شوية. منها مبادرة مهمة جدا، تعالوا نسمع اصحابها قالوا لنا ايه. فكرة معدين جت لنا من كانت بعد الثورة، بدأنا ونزلنا واشتغلنا واتجمعنا كلنا مع بعضينا، احنا قربنا كلنا صحاب في قلب بعضينا، بس كان عندنا هدف ان احنا نعمل حاجة كويسة بعد الثورة، وان احنا نساهم في ان احنا نخلي البلد تتغير اكتر بكتير، نغيرها للأحسن. كان عندنا نظرة مع بعضية شوية ان احنا نستغل طاقة الشباب ونخليها طاقة ايجابية، ونستغل الطاقة بتاعتهم ديت ان احنا ننتج حاجة مفيدة للبلد في كل الأحوال. احنا شغالين بقالنا 9 سنين في رمضان، يمكن مش أول سنة خالص شهر في رمضان. احنا بنبدأ رمضان بان احنا بنوزع 1000 شنطة، بعد كده بيبقى عندنا وجباتنا يوميا ان احنا بنوزعها، بعد كده بيبقى عندنا افطار مع دور مسنين، دور ايتام، بيبقى عندنا افطار صايم، بنذبح تقريبا في اغلب رمضان. في الحقيقه مبادره معاديانز من المبادرات المهمه اللي استمرت بدرجه نسبيه وبيعملوا شغل مهم وان كان موسمي. تعالوا نشوف حد تاني من معاديان بيقول لنا برنامجه ايه. كنا جروب صحاب بننظف الشارع والحاجات دي كلها، بعدين الموضوع قلب ان هو يبقى كوميونيتي سيرفيس، مش بس شغال في رمضان، هو شغال بره رمضان كمان. انا دخلت الجروب سنه 2014، هما كانوا شغالين من قبلها بكتير. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل هو رمضان بس هو يعتبر السيزن بتاعنا، بنعمل فيه وجبات، بنعمل يعني افطار صائم في الشارع، بنعمل الوجبات ديت، بنروح دور ايتام. احنا في دور مش بس في رمضان، احنا في دور على تواصل معاهم لو هم محتاجوا حاجه، في اطفال احنا بنروح لهم نزورهم مخصوص. الحاجات دي كلها مش بقى بس في رمضان، تبقى على مدار السنه. احنا بنستعد ازاي؟ احنا اول الدوائر اللي حوالينا، يعني انا مثلا بروح لاهلي لعيلتي، هم يروحوا لحد، هي كلها ماشيه كده. احنا ما عندناش حد معين بيدينا مبلغ يقول نعمله بيها، فاحنا البادجت بتحسب على حسب كل سنه. والله انا مثلا قدرت اجيب اكس السنه دي، بكره هجيب 2 اكس. الحاجات دي كلها على حسب المبالغ. المبادره اللي زي معاديانز وغيرها مبادرات شبابيه عظيمة لأنها بتشتغل على خدمة المجتمع، بس الحقيقة كتير منها ما بيستمرش. ليه؟ لأنه زي ما قلت بيحبط أو بينشغل، أو أصحاب المبادرة الشباب الحلوين دول إن بقالوا سكك تانية أو انشغل في حياته ومستقبله، المبادرة دي بتقل شوية. اللي بيحافظ على استمرارية العمل التنموي هو الإطار القانوني. يعني ايه اطار قانوني؟ تساعدنا على اننا نبقى موجودين ومستمرين، ولو اصحاب المبادرة انشغلوا يحصل احلال لمجموعات تانية تقدر تكمل بالنيابة عنهم. خلونا نشوف الخبر قالوا لنا ايه. خلينا نقول ليه احنا بنقول الناس لازم تاسس جمعيه اهليه، خاصه لو كانت عايزه تشتغل في العمل الاهلي او العمل القانوني، لان لازم يبقى في اطار قانوني تعمل من خلاله في الدوله. فالاطر القانونيه اللي ممكن تعمل من خلالها كجماعه بتبقى يا اما جمعيه اهليه، يا اما حزب بتنتمي ليه، يا اما نادي، اللي هي الاشكال المتعارف عليها. دايما الجمعيه الاهليه بيكون ليها الصدى الاكبر لان هي بتشتغل في مع المجتمع، يعني تقدر تنزل وتتعامل مع المجتمع بالذات في القضايا المجتمعيه اللي بتعنيه. الاحزاب شويه بتهتم بالسياسه، فمش كل الناس بتعنيها السياسه، فبالتالي اي حد عايز يخدم المجتمع في الطبيعي جدا ان هو بينشئ جمعيه اهليه او بيبقى عضو في جمعيه اهليه. وكمان في جزئيه ثانيه ان هو يبقى عضو في مجلس محلي او يشارك المجلس المحلي في الاعمال بتاعته. زي ما شفنا كده الإطار القانوني مهم جدا لأنه بيساعدنا بالدرجة الأولى على الاستمرارية وعلى إدارة الشغل وفهم الناس، بس هو ده بس السبب؟ في خبير تاني بيساعدنا نفهم الموضوع أكتر. تأسيس الجمعية الأهلية بيكشف بشكل محدد احتياج ضروري لأي مجموعة مقررة إن عملها ده ما هوش عمل مؤقت.
ان مبادرتها دي ما هيش مبادره مؤقته، وان مساهمتها ما هيش مساهمه يعني 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 عابره وانها هتتوقف. فبالتالي اول حاجه واهميه لتاسيس جمعيه اهليه هو ان احنا نوجد تنظيم دائم ومستمر عشان يحقق اهداف بعيده المدى، مش انه يقوم يؤدي بعض المهام المحدوده. الحاجه الثانيه اللي برضه هنتكلم ليه هي جمعيات الاهليه مهمه، انه التنظيم القانوني بيكفي المجموعه اللي بتعمل انها تدرأ جزء من المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها لو هو بيشتغل بشكل غير قانوني بشكل مستمر. الحاجه الثالثه كمان انهم بتضيهم الصفه القانونيه اللي بتسمح ليهم انهم بيمثلوا هذا الكيان قدام كافه الجهات والاراضي الاخرى، ويسمح لهم في نفس الوقت انهم يتوسعوا في تحقيق اهدافهم وفي مجالات انشطتهم المختلفه. طب كده فهمنا الموضوع كويس، تعالوا نشوف كده علشان نفهم اكتر راي ثالث بيقول لنا ايه. تعالوا، هو ليه لازم يأسسوا جمعيات أهلية؟ لأن المبادرات دي في النهاية لازم تبقى بتتبع لكيان معين، لازم يبقى أنشطة منظمة مفهومة ليها رسالة وليها رؤية وليها هدف هم عايزين يحققوه من وراء المبادرة دي، وإلا هم ليه بيفكروا يعملوا مبادرة؟ وبالتالي لو هي اتعملت بشكل فردي فده عمل عشوائي، العمل العشوائي في صعوبة ان ينمو او يكبر او يبقى مقنن شوية. فبالتالي المبادرات دي هي لازم تحول الى كيانات رسمية، فمن هنا بتيجي فكرة تأسيس جمعية او تأسيس مركز، لانه ده الشغل المنظم الطبيعي جدا للشباب، يقدروا من خلاله ينموا ويطوروا ويقدروا يمارسوا أهدافهم من خلال المبادرة دي بشكل مقبول على مستوى القانون على مستوى المجتمع بشكل عام. فلازم في النهاية المبادرات الشبابية تنتمي إلى كيان رسمي، الكيان الرسمي هو عبارة عن حاجتين، يا إما يبقى مركز يا إما يكون جمعية، وده ليه خطوات مختلفة ومتباينة عن بعض في إطار التأسيس نفسه. زي ما شفنا من كل الخبراء اللي سمعناهم، الإطار القانوني مهم جدا جدا جدا، لأنه مش بس بيضمن الاستمرارية لكن كمان بيدينا الصفة. لما نتحرك في وسط المجتمع بيبقى فيه درجة من درجات الثقة، اللي هو إحنا مين، حتى لو لمينا من بعض ومن أصحابنا ومن العائلات ومن المجتمع موارد للمبادرة بتاعتنا، صفاتنا إيه؟ طيب لو عايزين نعمل حاجة فيها تعاون مع الجهات الرسمية، سواء المجالس المحلية أو جهات رسمية أكبر، هنروح لهم بصفة إيه؟ بنتكلم عن المجتمع بتاعنا باعتبارنا مين؟ الإطار القانوني هو اللي بيدينا شهادة الميلاد بتاعة المؤسسة أو الجمعية اللي بنشتغل فيها، كمان بيكسبنا ثقة المجتمع إننا مش جايين نهزر ولا جايين نعمل حاجة بسرعة ونجري، إحنا موجودين ولينا جذور على الأرض. نشوفكم في المرة الجاية نتكلم أكتر على الإطار القانوني وإجراءاته إيه هي. لو عايزين تكملوا معانا الكورس التدريبي اعملوا سبسكرايب، الحلقة هتبقى موجودة على صفحة المركز المصري لحقوق المرأة وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بنهادة بالقمصان، وهتوصل لكم كل الموضوعات.